حضرتك طبعا يعني توجهاتك الأدبية كثيرة جدا ومتشعبة. نعم. هنبتدي بتخصصك في مثلا كتابة السيناريو، كيف بدأ؟ أنا كتبت للإذاعة مسلسل الزيني بركات عن رواية جمال الغيطاني الله يرحمه. الله يرحمه. الرواية دي كانت أنا كنت معجب بيها جدا. أيوه. وجمال كان صاحبي، فقررت إن أنا أحول الرواية إلى مسلسل إذاعي. حولتها فعلا مسلسل إذاعي اتذاع في البرنامج العام. وكان مسلسل ناجح. وبعدين وإحنا بنسجل كان محمد الضفراوي الفنان الكميل الجميل هو اللي عامل دور الزيني بركات. ففي الاستراحة ما بين يعني الشغل كده قال لي على فكرة المسلسل ده لو اتعمل تلفزيون هيبقى ناجح جدا. هو اللي أوحالي بالفكرة. فأنا في وقت فراغ رحت كاتب الحلقة الأولى فقط وما عملتش حاجة تانية. وحطيتها في الدرج وخلاص وسكت. بعدها بشوية جمال الغيطاني قابل يحيى العالمي في حفلة من الحفلات. فجمال الغيطاني يحيى العالمي قال له مش عايزين نعمل بقى زين بركات؟ قال له إيه اللي منعك؟ أيوه. قال له مش لاقي سيناريست يعملها. الرواية صعبة وكل ما أكلم حد يتهرب منها. قال له طب أنا عندي حد كتبها للإذاعة فعلا. قال له حل الطلاسم بتاعتها؟ قال له حلها. ولا أعرف يحيى العالمي ولا قابلت ولا أي شيء. قال له هاته تعالى. فكلمني جمال الغيطاني ورحنا أنا وهو قابلنا يحيى العالمي. وأنا رايح أنا ما عنديش حاجة إلا الملخص اللي أنا كنت عملته للإذاعة والحلقة الوحيدة اللي أنا كتبتها في وقت فراغي. فأخدتهم معايا وديتهم ليحيى العالمي ومشي. بعد يومين ثلاثة لقيتهم بيكلموني يقولوا لي يحيى العالمي قرر إنه يخرج المسلسل تعالى تعاقد. وبالفعل جيت تعاقدت في قطاع الإنتاج وبدأت مسيرتي ككاتب سيناريو. لكن المهم إنه هذا المسلسل اللي كان أول حاجة أكتبها أي. عاصر الدورة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. فدخلوا المهرجان وكان ساعتها في جايزة واحدة كل المتسابقين بيتنافسوا عليها وما كانش فيه بقى تقسيم بقى اجتماعي وتاريخي أي. لا هو كانت جايزة واحدة لكل السيناريوهات. فإذا باللجنة الموقرة تدينا أنا هذه الجايزة في السيناريو على أول طبعاً. مسلسل أنا كتبته. فأنا كنت محظوظ يعني. صحيح.